عليكم واهلا وسهلا بكم متتبعي قناه طنجاوي في ميكرو تروتوار طنجاوي. الشباب والانترنت او الشباب ومواقع التواصل الاجتماعي، في نظركم واش الشباب قادر يتخلى على هذا الانترنت او قادر يتخلى على الفيسبوك على الواتساب على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا الشيء اللي غنعرفوه جميع مع شباب طنجه. اذا يلا معنا نعرفوا وجهات نظر شباب طنجه في الموضوع. هو صراحة صعيبة شوية، لأن احنا وصلنا نروح العصر اللي صعيب الإنسان باش ما يبقاش بلا تليفون بلا كونيكسيون، خصوصا الواتساب والفيسبوك، يعني رجعت يعني وسائل مهمة للتواصل. إلا حطوك أمام الأمر الواقع، أمام الأمر الواقع إذا كانت على كل شيء شوية، إذا كانت حاجة اللي هي إرجون كنسمو حنا شي كابل تقطع في شي بحر شي حاجة بحال هكذا، دونك إذا عمت هانت نقدر حنا نصبر واحد شوية، ولكن صعيبة بالنسبة للخدمة ولا بالنسبة لافي بيرسونيل. أنا الإنترنت عندي في الدم هي الواتساب والفيسبوك، أنا لما تكونيكتيتي شي ولا شي حاجة كيدورني الراس ديالي، والله العظيم أنا عندي الإنترنت في الدم، أنا كل نهار كندير الكونيكسيو 10 درهم ديما. ضروري ندخل نتفرج في الافلام كدا، في ماتش ديال الكره ريال مدريد كدا، ضروري تخلينا عليه مره حتى الويفي زولنا من الدار. حتى شبا صافي راه قال لك الطوب، راه يعني توصل لحد انك ما تبقاش تهضر مع ولدك او ما تجبدش معاه موضوع يعني وتحاورتي انا وياه فيه، صافي راه كتوصل لواحد المرحله اللي كتكون صافي ادمان. الانسان ما خصوش يكون مدمن بزاف على هذيك بزاف ديال الحاجات بحال الواتساب بحال الفيسبوك، ماشي مدمن عليهم بزاف. كيزولوا الكونيكسيون عادي ماشي لدرجه تكون عليهم مدمن، ما يقدر ما يعمل والو، ما يقدر لا يتريض ولا يعمل بزاف ديال الحاجات، ما يقرا قرايه ديالو، يبقى مدمن على داك الشيء، ما يشوفش شي طموحات اخرى قدرت تنعكس عليه واللي يقدر الله يحفظ عوار بزاف ديال الاسباب. ولا زولوا لي كونيكسيون عادي بحال يزولوها، كنتمنى الناس اللي يزولوها مره حتى شي كتفلس الشباب. ما نقدرش نحس بالملل، ما نقدرش يجي نحمل ملل كي واحد الشنب ساسا كل نهار كندخل الفيسبوك واتساب ميسنجر اي موقع الكتروني، ما نقدرش قسم فيه بدك فيسبوك واتساب قسم فيه حوايج اخرين يعني عادي ماشي شي حاجه اللي كتستحق يعني اهتمام بزاف، ماشي شي موضوع هي عادي، ولكن في هذا المدرسه كتجي ما كتحتاج تقدر تتاقلم، حيت اصلا ما كنستخدمش انا فيسبوك بزاف، واصلا ما كيخليونيش انا زعما مخليوني زعما نستخدم فيسبوك ولا شي حاجه، اصلا ماشي مزيان وكيعور العيني، ما فيهش الفوائد وهذا عادي، حيت ماشي ضروري التليفون يكون عندنا في الوقت ديالنا دائما، كاين رياضه كاين بزاف د الحاجات نضيعوا فيها الوقت ديالنا. كتحس بشي شي كلمه بحال شي حاجه ناقصانك في حياتك، ما تقبلش داك هذا وغتعيش عادي تقدر ما نقدرش دابا هاد الحال ما تقدرش دوز معنا والله هي ما هي نايده، ولكن ما نقدرش كامله بلا واتساب ولا فيسبوك ما تدوش. الامتحانات خصوصا دابا حنايا في باب الوطني عاد صعيبه بزاف، تكون صعيبه تحيد لك شي واحد الكونيكسيون متنس عليها عاد صعاب عليه واحد المأمورية، فهمتي؟ ما نقدرش نتقبل راسي بلا كونيكسيون، يعني اصلا في الوقت ديال الامتحانات ما كنزولوش كونيكسيون اصلا، حيت كنكونوا محتاجين ديك الفتره اللي كنكونوا حنايا فيها خاصنا كونيكسيون، ولكن في الاخر يعني ما كنتقبلوش راسنا بلا كونيكسيون. اذا كانت هذه مجموعه من اراء ووجهات نظر الشباب الطنجاوي في موضوع حضور الانترنت او حضور مواقع التواصل الاجتماعي في حياتهم. انتم ايضا تقدروا تعبروا على ارائكم ووجهات نظركم في التعليقات اسفل الفيديو. شكرا على المتابعه والى الملتقى.